جمعية سواعد الإحسان دأبت على تقديم أكثر من 300 وجبة إفطار قامت بدعوة الطلبة الفلسطينيين لمائدة إفطار على شرفهم في إحدى صور التضامن ونصرة إخواننا في غزة وفلسطين. ارتئينا أن نقوم ب يعني دعوة الطلبة الفلسطينيين من أجل أن نحسهم بأنهم يعني بين عوائلهم يعني وبين أهليهم في الجزائر، والمبادرة إن شاء الله تتكرر. الطلبة نتاع غزة اللي موجودين معنا هنا في وهران دعيناهم ودرنا لهم هذه المأدوبة إن شاء الله على شرف أهلنا في غزة اللي راه في التعب وراه في الحصار وراه. الطلبة الفلسطينيين شكروا القائمين على المبادرة التي تأتي للتخفيف عنهم وتعبر عن المحبة والتضامن مع غزة وفلسطين. بارك الله في جهودهم جميعا، بارك الله في وقوفهم وتضامنهم ونصرتهم لفلسطين على مدى العصور وعلى مدى الأيام وعلى مدى السنين، ونشكرهم على هذه المائدة الطيبة. وما أسعدنا فيها الطعام فقط، بل أسعدنا وجود إخواننا بجانبنا. في البداية نشكر القائمين على هذه المبادرة الطيبة، فرحة كبيرة أن التقينا بطلبة فلسطينيين لا تعتبر جزائريين، نعتبرها فلسطين هنا. هذه يعني شوية تخفيف علينا كطلبة. مبادرات حسنة لا تعد ولا تحصى للتضامن المطلق مع فلسطين وغزة ستتواصل وتتكرر كل مرة.